بغيتي مجوهرات فاتين، اليوم غادي نقترح عليكم سرتلة رومية ديال لي براسلي اللي غادي نحاولوا نشوفوها عن قرب. فكيف ما كتشوفوا فهي دايره على هذا الشكل، هذا فيها واحد صفيفر وواحد بويبض وواحد برونز. فكيف ما كتشوفوا فيها هاد هنايا هاد الحفيرات هادو اللي عاطينها واحد ديزاين راقي وغزال. نحاولوا نشوفوها عن قرب. فكيف ما كتشوفوا فيها هنايا منين كتحل على هاد الشكل هذا وكتسد على هاد الشكل هذا، ها كيفاش دايره من اللور، عامره من الوسط كيف ما كتشوفوا. ودابا نحاولوا نشوفوها ملبوسه. فكيف ما كتشوفوا فهم كيجيو ملبوسين على هاد الشكل هذا، كيجيو راقيين، ها كيفاش كيجيو من اللور. فوالا كيجيو مع الرومي غزالين، يعني تقدري تلبسيهم مع الرومي بيان سور. كنتمنى انهم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، ولي زانفورماسيون ديالهم كاملين غتلقاهم في لابار دانفو. وما تنساوش تبقاو ديما متبعينا في لاشين يوتيوب ديالنا، ومع السلامه. ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك، و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.